4/10/2012 درعا المحطة، مخيم اللاجئين الفلسطينيين. شوي تشريدهم من منازلهم، أطفال ونساء. فوق هذا الشيء، فوق كمان البيت، فوق حرق منازل الفلسطينيين بدرعا المحطة. ونحن مقبلون على فصل الشتاء، وليس هناك مأوى لنا من البرد، فهذا حال بيوتنا، فلسطينيين وسوريين. لم يسلم أحد من بطش نظام الجريمة الأسدي. نوجه رسالة للمسؤولين عن الفلسطينيين وهي هيئة الأمم المتحدة بالإسراع إلى إيجاد حل على أقل ما يمكن للمسؤولين عنهم الذين هم في الأصل منكوبون من الاحتلال الإسرائيلي. وأما الاحتلال الأسدي فلم يبق لهم منزل يأتون فيه،